كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة الوقفة، فغزل ريزان طبعا هيلبسوا ترنجات جديدة. ترنجات الوقفة زي ما انتم عارفين دلوقتي، بقى هما صحوا من النوم بياخدوا شاور وهيلبسوا الترنجات. بعد ما يلبسوا هوريهم لكم على طول. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب، وان شاء الله كده دايما كده في احسن حال، وربنا يخليكم ليا ما يحرمنيش منكم ابدا يا ولادي يا حلوين يا امارات اللي بتسمعوا الكلام. كل سنه طيبين يا حبايبي. يلا اديني بالوتة بقى، وروني الطقم الحلو ده. وريني 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 وريني. الله الله، خلاص 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 استوب. انا عارفه الصيام مقصر دلوقتي. بقى ايه، هاخدكم كده في الصاله عشان نحطوا بقى ايه البونبوني والشوكولاته في الصاله، عشان نحط البونبوني والشوكولاتات والحاجات دي في البونبونير. ماشي، عشان ايه تفرحوا كده، بس ما تجوعوش وما تاكلوش وانتوا تحطوا الحاجه يعني. خلاص ماشي، يلا جت العيد اهي بقى، يلا نجهزوها مع بعض. بصوا بقى يا جماعه، بصي يا غزوله، بصي يا زون، دلوقتي واحد واحد فيكم هيحط الحاجه. سنه الله عليكم. الحمد لله، فرحان قوي. الحمد لله، ربنا يفرحكم دايما. زي كده. اسمعي بس، بصي يا غزوله، هتحطي العلبه دي بتاعت اللي هي الجامي بيرز، اللي هي لا بتاع الحاجه دي جوي. يلا كل واحد يحط حاجه. يلا افتحي الكيس بس ما تقطعهوش، هاتي الكيس من فوق. ايوه يعني افتحي بالراحه وحطي كده. لا حطي كله في العلبه. العلبه دي ليه بس لوحده عشان ما تعوزوا تاكلوا. ايوه لما تعوزوا تاكلوا كده. ايوه اللي عاوز ياكل يفتح العلبه ياخد حبه. اوكي يلا بينا كله متأكدة؟ يلا عايزين باين، بس مش عارف اهو كده باين. ما تقلقيش، بالراحة بالراحة عشان ما يقعش بره. حاضر، مين؟ افتحي يزن نشوف مين. خلاص خلصنا ريحة. كل سنة طيبة. الله حلو قوي. لولو جات لك جميل، بس لوكت. الله لذيذ قوي يا روزه، جميل. انا اصلا كده كده جايه اعمل عزيز. ماشي يلا يا زوزو، سويهم بقى كويس كده. بس مش كده كده، مش بايدك كده. ايوه كده اهو. ثواني يلا حطي بقى الغطا. يلا اقفلي العلبه. ينفع اصلا منك ترى اللي هو بكره الصراحه من النهارده يعني هاخد غزل ونجيب سويت كتير. ايه سويتس حاجه حلوه. ماشي حاجه حلوه. ماشي حاجه حلوه برضه. ماشي حاجه حلوه بقى، ونسهر لغايه الساعه 6 الصبح. ماشي اقفليها غزل بس العلبه كويس. ايوه بعد الغدا. ماشي يلا نبدا بيها الزود. قفلتيها؟ خلاص يلا حطيها بقى هنا بشكل حلو جدا. لا بشكل حلو. طب ما انا مش عارفه اشيلها. مش عارفه اشيلها. كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك. حضرتك وانتي طيبه يا روزه، عيد مبارك يا روزه عليك يا رب ان شاء الله وعلى كل الناس يا روزه. اسيبها الكيسه دي؟ سيبي الكيسه دي جوه عشان نحطها في حاجه ثانيه. يزن بقى هيحط البونبوني. يلا يزن حطه هنا. بالراحه، افتح بالراحه. ها ايوه هنا؟ لا هنا يا يزن كده. ماشي حط بايدك. ماشي لا كده صح، لازم يعمل صح. ده البسكوت. لا البسكوت خليه تحت احلى. طب البسكوت يكون احلى. مش مهم البسكوت اصلا، بتحط كام واحد والباقي بنحطوه في الثلاجه عشان ما يتبلش. عشان يعني عشان ما ينديش. يلا يا يزن اوعي يا غزل بقى كده عشان اجيب يزن. سيبيه يا غزل، سيبيه يعمل اللي هو عايزه. حط كله. يلا برافو. ما تلفهاش هي ماشي، ما تلفش البتاع يتمل. يلا شاطر. ماشي يلا يا زون شاطر. كل سنه طيبين يا جماعه. ثواني يا بابا، مستعجله على ايه؟ يلا شاطر. خلصتي يا يزن؟ واحده واحده بس. طب يلا اوعى بقى كده. ايوه اعملي كده بس كده تمام ده كده. وبصوا افتحي العلبه دي يا زوزو عشان نوريهم جواها ايه. بصوا يا جماعه العلبه دي جواها الجالكسي وجواها ايه توفي بالشوكليت كده. تمام يلا بينا. اقفلي بالراحه دي بس. تمام يلا حطي هنا بقى، حطي الحاجات دي هنا.
يلا خلي رز بقى اللي ترصه. طب ماشي، احنا قلنا فيروز هترص البسكوت. يلا يا رز. لا ماشي، ثلاثة ونوع. ماشي ثلاثة من كل نوع. لا ماشي ثلاثة من كل نوع، عشان هي عاملة حسابي انا وغزل ليزن يعني لما بنيجي ناكله فبنحط ناخد كل واحد زي بعض. يلا حطي من البينك كده ثلاثة فراولة شطورة، والانواع اللي جاية في التانية في جوه في الكيس التاني. هاتيه من التلاجة يا زوزو، هاتي كيس البسكوت التاني من التلاجة. يلا يا زوزو. لا انا يا ستي هيتخانقوا هيتخانقوا. استنى احط عشان بدات باللعب. يا ستي مش انت هتحطي فيروز، هتحطي البسكوت خلاص. طبعا. بس خليك بقى ما تبدليش المفرش. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، عيد سعيد ورمضان خلص وفضل فيا صوم. اتفضل لنا احنا نص ساعه كده على الفطار. احلى علبه بسكوت. ايوه ده، يلا حطي بقى من النوع التاني. يلا خلي فيروز تحط، خدي يا زن حطي في الثلاجه. شاطر يا زن. واحد اثنين ثلاثة. يلا واحدة كمان. برافو. حطي الأحمر بقى، حطي الأحمر. واحد حطي هنا واو. بس شاطرين. يلا فرحانين؟ فرحانين. مبسوطين؟ مبسوطين. طيب الحمد لله رب العالمين، ربنا يفرحكم دايما يا رب. ربنا يفرحكم دايما يا رب. تعالي بقى نوريهم ايه التوك اللي احنا جبناها وهم ما شافوهاش. يا جماعه هي كانت نايمه في يوم وانا كده كان عندي مشوار، فنزلت جبت لها شويه توك كده. ماشي خلاص، فبس تعالي نوريهم لكم بقى التوك دي. يلا بينا. لسه ما حطناش الكحك والبسكوت البيتي فور. يلا تعالي عشان نحطهم. خليهم كده بالليل عشان لا هنحطهم بس كده، نحط العلب بتاعتهم كده على الكحك. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه بصوا بقى كده، انا رصيت كده الكحك بطريقه معينه كده عشان يبقى ايه شكله لذيذ وحلو يعني. وهم بقى ايه هيحطوا يكملوا كل واحد علبه فوق. يلا يا فيروز. يلا يا روز. برافو. يلا يا غزوله فوقيها. خليها فوق. برافو. استني يلا يا زون. استني كده دايما. لا بالطول يا يزن، بالطول. ايوه كده، اوعي كده اوعي كده. مش هتكفي بس كده. لا يلا فرحه، اجمل فرحه. العيد بتاعنا اهو اهو اهو. العيد بتاعنا اهو اهو اهو. يلا بقى عشان نوريهم توك العيد اللي انتوا ايه. ودي يا جماعه المكسرات انا حطيت شويه كده في علبه علشان الباقيه بحط في الفريزر عشان الحاجه ما تبصش، عشان انا ما بحبش المكسرات من الدقيق. نحطه ايه هنا؟ حطه ايه؟ المكسرات بتنزل. لا اللي هو الشوكولاتات اللي هورتي دي حلوه قوي، طعمها جامد. ايه الشوكولاته الهورتي دي؟ الشوكولاته اللي هي الهورتي دي. اللي في التلاجة؟ اللي في التلاجة؟ ما خليها في التلاجة عشان انا بخاف الحاجة دي تسيح. تسيح والحر باين وكده. ايه؟ اجيب كل حاجة. هاتي التوك يلا عشان اوريهم. يلا. لو يا جماعة عايزين تشوفوا بقية الفيديو وتشوفوا الاكسسوار التوك بتاعتي والاكسسوارات بالتفاصيل، ادخلوا فين؟ على قناة سندريلا غزة، تشوفوا الفيديو ده بالتفاصيل. يلا بينا. باي.